غير الخطوات اللي احنا شغلناها، اقصد الضغوط، العمل مع شركائنا في السودان والاتفاق اللي تم مع السودان. بالتأكيد كل الخطوات القادمة نسعى لأن تكون منسقة مع السودان حتى يكون لها الأثر، وأيضا عندما تتحدث دولتي المصب مع الشركاء الدوليين ذلك يعزز من الحجة ومن الطرح الذي يتم تقديمه. وبالتأكيد كل موقف سوف يلقى رد الفعل الملائم والمناسب له. اثيوبيا بتقول ان مصر والسودان عليهم يدفعوا 40 سنه حمايه النيل، ان اثيوبيا حامت النيل وبالتالي التعويضات لازم تدفع لاثيوبيا. هذا كلام لا يتسق مع اي من قواعد القانون الدولي، هو حديث ليس له اي مرجعيه في إطار آليات القانون الدولي أو المنظمات الدولية، وشيء في الحقيقة غير مستساغ. أثيوبيا بتقول إن احنا اتفاقية 2015 هي السبب اللي أدت الملء الأول وبالتالي الملء الثاني، هل ده صحيح بالنسبة للاتفاقية؟ لا إطلاقا، في الحقيقة هو مخالفة الاتفاقية إعلان المبادئ، لأن المبادئ كان واضح فإنه أثيوبيا لا تخدم على أي إجراء سواء من حيث الملء أو التشغيل إلا عندما يتم التوصل إلى اتفاق، هذا نص واضح وجلي، وكان يجب أن يتم أيضا الارتكان إلى الاستشاري الدولي الذي كان عليه أن يضع التقارير التي أعاقته إثيوبيا منعا لأن يأتي بتقرير يؤدي إلى إقرار المبادئ التي ندعو إليها، وبالتالي تم إعاقتها. فالمخالفة إثيوبيا للاتفاق المبادئ واضح، وبالرغم من هذه المخالفة فقد استمرينا نظرا للمسار الأفريقي، احترامنا للآليات الأفريقية، وأملا في أن يكون من خلال هذه الآليات ما يدفع إثيوبيا إلى إظهار الإرادة السياسية اتساقا مع ما تدعيه من الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية. حتى عندما لجأنا إلى الحلول الأفريقية فامتنعت إثيوبيا، فامتنعت عندما أتت مساعدة الولايات المتحدة، امتنعت في إطار الآليات الأفريقية. فيعني كل مدى هناك إقرار لعدم وجود إرادة سياسية حقيقية وإنما عمليات مماطلة. هل اتفاق 2015 ده الكلام عليه أنه أتى بحقوقنا أو حافظ عليها، ولا أضع حقوقنا بصراحة سيادة الوزير؟ لا طبعا، هو حافظ على حقوقنا ووضع الإطار القانوني الذي نرتكن إليه الآن. بدون اتفاقية إعلان المبادئ فلم يكن هناك أي التزام واقع على إثيوبيا ليقاس مدى امتثالها له أو مدى مخالفتها له، وبالتالي فكان واضح أنه أقر بمبادئ القانون الدولي، وضع شروط لعملية الملء والتشغيل ومسار للتوصل إلى اتفاق للأسف لم يراعى، وهذا أمر لا ينفي من أن يصبح إطار قانوني موقع عليه وساري ونافذ يقاس عليه مدى التزام الأطراف، وفي هذه الحالة لا يستطيع أحد إلا أن يقر بأن إثيوبيا لم تلتزم به. هل ممكن في أي وقت إثيوبيا تمنع المياه عن مصر، وبالتالي الكلام الحديث على بيع المياه في فترة من فترات زي البترول في بعض الدول، استخدام المياه للبيع؟ يعني زي ما قلت أنه هذا حديث لا يتسق مع أي قواعد ولم يتم ممارسته في أي إطار للأنهار الدولية، وهو أمر خارج عن السياق ولا يتم حتى التطرق إليه لأنه لا يرتقي إلى أن نتطرق أو نشير إليه بأي شكل. مسألة الحصص أيضا،